اقول لك منوره مهرجان الجونه، اطلالات مميزه كده، وتكلميني عن المهرجان ورايك فيه بشكل عام. مبسوطه جدا، من ألذ الاسابيع اللي في السنه هو الاسبوع مهرجان الجونه. مبسوطه قوي، يعني بتفرج على افلام، بحضر محاضرات، بشوف كل اصدقائي، انا مبسوطه قوي الحمد لله. مين اكتر فنانين اصحابك بتحب تقضي معاهم الوقت هنا؟ كلهم، لا ما اقدرش طبعا اختار حد واحد، يعني عيب، لا كلهم اصدقائي بنبسط معهم كلهم طبعا. جايتي ان شاء الله الفتره اللي جايه فيلم لسه بغداد وفيلم صاحب المقام. نعرف حاجه تفاصيل عنهم ولا حاجه عن الدور بس؟ لا مش هقدر اتكلم قوي عن الموضوع، ولكن هنقول ان هم حاجتين انا شغالين عليهم الفتره دي، مش مجهود كبير قوي محطوط في الافلام دي، ودعونا بقى توفيق ان شاء الله. ثانك يو.